السلام عليكم. ازيكم؟ ملف اثيوبيا ده بحس ان انا قدام مسلسل بوليسي يعني او مسلسل استخباراتي، كل يوم بلاقي فيه جديد، كل يوم بلاقي فيه تحركات استخباراتيه وعسكريه للجيش المصري والمخابرات المصريه. والحقيقه اخر التطورات دي ان تم اصدار صور للواء عباس كامل للعلن. خلي بالك اللواء عباس كامل ممكن يقوم بزيارات ما تبقاش معلنه او ممكن ما ينزلهاش صور اصلا، الراجل ده رئيس المخابرات المصريه، صح؟ تم اصدار صور للواء عباس كامل وهو مع رئيس اريتريا، هما بيتصوروا في اريتريا بمنتهى الفخر. والحقيقه انا عندي ليك مفاجاه من العيار الثقيل. ايه هي؟ النهارده جريده اسمها ذا ناشونال كشفت ان هيتم توقيع اتفاقيه عسكريه ضخمه مع اريتريا اكبر من اللي تم توقيعها بين مصر والصومال. يعني لو انت فاكر ان تم توقيع اتفاقيه دفاع مشترك عسكري بين مصر والصومال، دي اتفاقيه كبيره، الاتفاقيه اللي هتوقع مع اريتريا اكبر. ليه؟ لان فيها قسم بحري، فيها قسم الامن البحري، لاول مره بيتم استحضار الاسطول المصري في المشهد. طيب هل التحركات دي فيها مشكله؟ مفيهاش مشكله، هي اتفاقات دفاعيه. وخلي بالك الصومال طلعت قالت ان مفيش ولا جندي مصري على اراضيها لحد دلوقتي، ولا جندي راح الصومال لحد دلوقتي. اثيوبيا بتشيط، بس شياط اثيوبيا من اتفاقيه الدفاع المشترك اللي هيتم توقيعها من مصر واريتريا طلع من دلوقتي. يعني اتفاقيه لسه ما وقعتش، يعني اتفاقيه مع الصومال تم توقيعها، مع اريتريا لسه ما وقعتش، دي مجرد اخبار. النهارده اثيوبيا فيها صراخ بيصوتوا، اشمعنى وايه اللي حصل؟ يعني مصر هتوقع اتفاقيه دفاعيه مع اريتريا؟ ايه الجديد يعني؟ ليه انتوا قايمين بالشكل ده؟ الحقيقه ده شغل عالي قوي، وكل يوم اثيوبيا بتتشوي على الهادي. بس ايه اللي بيحصل بالظبط؟ وليه اثيوبيا زعلانه قوي من الاتفاقيه دي؟ قصه كبيره، بس طبعا عشان احكيها لك واكشفها لك كلها لازم اقول لك القصه من الاول. قبل اخش في الموضوع، قبل اكشف لك التفاصيل، خليني اقول لك ان احنا معانا راعي قوي جدا ومحترم جدا، وهو بيتر هاوس. زي ما قلت لكم قبل كده ان منطقه الجلاله جايه وبقوه بسبب الاستثمارات الاماراتيه والقطريه والسعوديه فيها، وعشان كده انا عاوز اكلمكم عن بيتر هاوس. بيتر هاوس من اولى الشركات اللي اخذت في الجلاله وعملت منتجع اسمه فيدالا. المنتجع ده على ارتفاع 750 متر فوق سطح البحر، والمبني فيه 18% فقط، والباقي كله غابات صناعية، لاجونز، أنهار، إنترنت، شبكات مركزية، وكمان منظر طبيعي ساحر قدامك وبص عليه من فوق هضبة الجلالة، ومميزات كتيرة تانية. بس في ناس تيجي تقول لي أنا مش بروح هناك كتير، هقول لك بيتر هاوس ممكن تأجر لك وحدتك طول السنة من غير ما أنت تتعب نفسك، لأن هناك في جامعة الجلالة، ميناء عين السخنة، شركات أجنبية كتير، فأنت شقتك ممكن تدخلك دخل ثابت وانت قاعد في مكانك كل شهر. والجميل في الموضوع ان الشركة دي عاملة لونش جديد لمرحلة بيعية جديدة في منتجع فيدالا. ده غير ان الشركة بيتر هاوس اعلنت ان مبيعات الشركة خلال الربع الاول من سنة 2024 وصلت لحد 250 مليون جنيه، وعملوا احتفال كبير للناس اللي اشترت، وخلت الناس تعرف مكان وحدتهم فين. وكمان الشركة بتستهدف الوصول الى مليار جنيه مبيعات بنهاية السنة دي، يعني مشروع ضخم جدا. وحابب اقول لك ان الشركه قررت انها تفتتح مرحله بيعيه جديده خاصه بالفيلات، يكون بنظام الاي او اي، والنظام ده بيتيح لك ان انت تحصل مميزات كتيره جدا، اهمها ان المقدم بتاعك بيكون 5% واقساطك على 8 سنين. والشركه قررت انها تلغي رسوم التنازل، يعني انت كسبان سواء نظام السداد او مدته او اعاده بيعه. طيب ايه بقى المميزات اللي هتاخدها لو اشتريت دلوقتي في المرحله الجديده الخاصه بالفيلات؟ اولا قيمة الحجز هتكون 100,000 جنيه مستردة، هتدفع مقدم 5% واقساط على 8 سنين، وهتلاقي كمان فيلات تاون هاوس، وهتكون باسعار مميزة جدا. والاهم بقى ان هم عاملين خصم 40% للي يدفع كاش، وده خصم كبير جدا، انت اولى بيه. فاوعى تفوت الفرصة واستثماراتك في بيتر هاوس. هسيب لحضرتك الرابط بتاعهم اسفل الفيديو لو حابب تتواصل معاهم، لان هم شركة محترمة جدا. نخش في الموضوع على طول. الجديد اللي معانا النهارده ممكن يكون مختلف بالنسبه لحضرتك واول مره هتسمعه فيما يخص الاتفاقيه الدفاعيه الجديده اللي هيتم توقيعها بين مصر واريتريا. ايه اللي حصل بالظبط؟ اللي حصل كالاتي: ان اثيوبيا راحت وقعت اتفاقيه مع اقليم اسمه ارض الصومال. ده اقليم انفصل من الاراضي الصوماليه، ومحدش في العالم معترف بالدوله دي خالص، ولا دوله في العالم معترفه بارض الصومال دي. ممكن تكون تايوان تقريبا هي اللي اعترفت بيها، بس ولا دولة، يعني دولة على حلها كده مفيش. دي تايوان اصلا دي جزء من الصين، فمش دولة يعني. فاثيوبيا راحت لارض الصومال قالت لهم احنا نعترف بيكم مقابل تدونا 20 كيلومتر على اراضيكم
وعلى السواحل بتاعتكو نبني فيها ميناء تجاري ومينا عسكري. الكلام ده أغضب الصومال بشكل كبير جدا، وقال لك انت بتروح تعتدي على الوحدة الصومالية. فأثيوبيا قالت لهم مش عاجبكو، ادونا ميناء عسكري انتو وخلاص مش هنروح لأرض الصومال. الصومال رفضت وراحت وقعت اتفاقية عسكرية مع مصر، اتفاقية دفاع مشترك، يعني وحدة وسلامة الأراضي الصومالية تمس الجيش المصري، ومصر هتخش تدافع عن الصومال بشكل كبير. الحقيقة أنا عندي ليك مفاجأة من العيار الثقيل. إيه هي؟ هي أثيوبيا قالت إنها بتتحدى الصومال وإنها هتروح توقع الاتفاقية مع أرض الصومال، وقالت لأرض الصومال إحنا شغالين على الاتفاقية القانونية ولا يهمكم الصوماليين ولا حاجة، إحنا هنوقع الاتفاقية دي. غريب في الموضوع إن طلع السفير الأمريكي في الصومال وقال إن أمريكا بترفض رسمياً الاتفاقية اللي هتوقع بين أثيوبيا وأرض الصومال. هنا ضربة ضخمة جداً لأثيوبيا. ليه؟ خلي بالك لو أثيوبيا أصرت على توقيع الاتفاقية دي مع أرض الصومال، أمريكا ممكن تفرض عليها عقوبات، لأن أمريكا قالت لك إيه؟ مفيش، وحددت لك خط أحمر كده قالت لك ما تخطيهوش. وأمريكا لما بتعلن تقول لك ما تعملش كده، أنت عارف العواقب تبقى إيه، خاصة إن أصلاً أمريكا لسه طاردة أثيوبيا من اتفاقية أجوا، اللي هي اتفاقية التجارة الحرة بين أثيوبيا وأمريكا، طردتها منها، قالت لك مفيش، وجو بايدن كمل طرد أثيوبيا. مش بس كده، الصومال نفسها طلعت قالت لو اثيوبيا ما قدرتش اقليم جيدو بعد انتهاء مهمه الاتحاد الافريقي اللي هي اللي اسمها الاي تي ام اي اس، احنا ممكن ندعم الجماعات الانفصاليه في اثيوبيا. اذا استمرت اثيوبيا في نهجها وعنادها تجاه مذكره التفاهم مع اقليم ارض الصومال الانفصالي فسنعاملها بالمثل، وسنضطر لإقامة علاقات مع الجبهات المسلحة المناوئة لها. نحن لم نتجه بعد إلى تبني هذه الخطوة، فهناك أمل كبير لاحتواء الخلافات مع إثيوبيا، لكن هذا خيار متاح للصومال، ولن نسمح لأي دولة أو سفارة أجنبية مهما كانت بتقسيم الصومال وتهديد وحدته. زي مين مثلا؟ زي جماعة فانو أمهارة. على فكرة فانو أمهارة النهاردة أسقطوا طريق مهم جدا، طريق سريع اسمه البي 130، والميليشيات دي سيطرت على دي بارك. دي بارك دي مدينة استراتيجية في إقليم جوندير في شمال أثيوبيا. ميليشيات فانو أمهارة الانفصالية ابتدت تسقط مدن، دي تاني مدينة استراتيجية ميليشيات فانو أمهارة تسقطها. الحقيقة كل التحركات دي تحركات خطيرة جدا، والتهديدات تهديدات خطيرة، بس حقيقة ان اكتر مشهد مضايق أثيوبيا بشكل كبير جدا ومخليها يعني على اخرها هي الصور اللي طلعت اللواء عباس كامل في أريتريا. عندي اخبار جديدة طالعة من أريتريا. ايه اللي حصل؟ اللي حصل النهاردة جريدة اسمها ذا ناشونال طلعت قالت لك على فكرة الصور دي مش طالعة كده وخلاص، لا، الصور دي تكليلا للقاء اللي تم بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الاريتري أفويركي. السياسي أفويركي كان قابل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في الرياض، والاثنين قعدوا يتكلموا كده لفتره وبعد كده مشيوا. يقول لك من ساعه اللقاء ده لحد النهارده المخابرات المصريه عماله تقيم نقاشات مع الدوله الاريتريه، تم تكليل النقاشات دي كلها بزياره اللواء عباس كامل اللي كان رايح يخلص الاتفاقيات. وبحث المسؤولان المصريان مع الرئيس الاريتري ملف استعاده الملاحه عبر باب المندب والتطورات الاخيره في منطقه القرن الافريقي وسبل تعزيز الامن والاستقرار فيها، واتفق الطرفان على اهميه تكثيف الجهود لتحقيق الاستقرار في السودان والحفاظ على وحده الصومال وسيادته على كامل اراضيه. ماشي، الاتفاقيات دي بقى ايه؟ دي اتفاقيات عسكريه، والظاهر كده هيتم توقيع اتفاقيه دفاع مشترك بين اريتريا والقوات المسلحه المصريه تشابه نفس اللي تم توقيعه مع الصومال، اكبر كمان لانها بتشمل اتفاقيه بحريه للامن البحري، ومعنى كده ان القوات او الاسطول المصري هيجري مناورات مع الاسطول الاريتري، والاثنين هيجروا مناورات في البحر الاحمر. خلي بالك طول السواحل المصريه الاريتريه احنا بنتكلم على 500 كيلومتر على البحر الاحمر. موقع اريتريا موقع استراتيجي جدا قريب من باب المندب، موقع مهم جدا. السواحل الاريتريه دي في منتهى الخطوره. بس الحقيقه ان اثيوبيا على اخرها. تيجي تقول لي على اخرها ليه؟ ايه المشكله يعني لما مصر توقع اتفاقيه دفاعيه مع اريتريا؟ قال لك لا ده قصه كبيره قوي، انت ما تعرفش ان اريتريا هتخوض حرب مع اثيوبيا؟ تيجي تقول لي حرب؟ حرب ايه يا عم؟ دول الاثنين لسه حاضنين بعض، ده ابي احمد كان بيحضن الرئيس الاريتري والاثنين كانوا بيحاربوا مع بعض ضد ميليشيات التجريه.
بيان سلام وصداقة مشترك كما أطلق عليه أنهى قطيعة دامت قرابة 20 عاما، فيما خاض البلدان نزاعا حدوديا استمر لعامين بين سنة 98 و2000 أسفر عن سقوط نحو 80,000 قتيل. واسمع الجديد بقى يا باشا، بص أنا عاوزك تسمع وتستمتع. إيه اللي حصل؟ أنا هجيب لك مقالة نازلة في فورين بوليسي، المقالة دي نزلت في نوفمبر 2023. بيقول لك إيه؟ بيقول لك على فكرة أبي أحمد المفروض حاليا هو صديق الرئيس الإريتري أفويكي والاثنين أصدقاء، بس حقيقة أبي أحمد ده لازم تعرف إن هو بيدعي الصداقة بس هو خاين. ليه؟ قال لك القصة كلها تبتدي منين؟ القصة كلها تبتدي من إن إريتريا انفصلت عن أثيوبيا 1993، ده رسمي، بس الحقيقة إن بعد الانفصال ده ما تمش ترسيم الحدود بين الدولتين، ده اللي خلى إن تقوم حرب تانية في 2018. بس 2018 لما جه أبي أحمد هدى الحرب دي خالص، قال لك بص بقى يا باشا نهدي الدنيا تماما. وعلى فكرة أبي أحمد حصل على جائزة نوبل بعد ما هدى النزاع الحدودي بينه وبين أريتريا. شوف قد إيه أبي أحمد حصل على جائزة نوبل. على فكرة في شخصيات دلوقتي بيدعوا لسحب جائزة نوبل من أبي أحمد، بيدعوا رسميا كده، ده حتى اللجنة بتاعت جائزة نوبل انتقدت أبي أحمد أكتر من مرة عشان ده مجرم حرب. بس ساعتها أبي أحمد كان حصل على جائزة نوبل لاتفاقية السلام أو الاتفاقية الحدودية مع أريتريا، بس أبي أحمد كان بيدعي إن هو رجل سلام. ليه؟ لأن أبي أحمد في نفس الوقت أو بعد ما تم توقيع الاتفاقية، لازم تعرف إن الجيش الأثيوبي ما انسحبش، بالعكس ده الجيش الأثيوبي عزز من مواقعه خاصة عند منطقة اسمها عصب. منطقة عصب دي قريبة جدا من ميناء عصب، يعني إحنا بنتكلم على 45 كيلومتر من الميناء بتاعت عصب. ميناء عصب دي مهمة جدا في أريتريا. الجيش الأثيوبي كان بيتم حشده عند المنطقة دي. ظهر أبي أحمد كان في نيته حاجة. طب إيه اللي في نيته؟ قال لك والله خد بالك أبي أحمد بيحب يحسم أموره بالنزاع العسكري، يعني هو ممكن يقعد يتكلم معاك بس هو في الآخر هو واخد قرار عسكري. فالظاهر كده كان هيهجم على ميناء عصب، الظاهر، وأريتريا ابتدت تدرك ده. طب إيه اللي حصل؟ اللي حصل إن ميليشيات التجري قامت على أبي أحمد وابتدوا إن هم ينقلبوا عليه. إمتى؟ في 2022 قامت حرب غير طبيعية، حرب أهلية في أثيوبيا غير طبيعية، لدرجة إن ميليشيات التجري دي كانت ابتدت تبقى قريبة جدا من العاصمة الأثيوبية أديس أبابا. طيب فأبي أحمد عمل إيه؟ أبي أحمد راح للرئيس الإريتري أفويكي وقال له يا باشا ده أنت راجل سكر، وحضنوا بعض وسلموا على بعض والدنيا إيه زي الفل. مش بس كده، أبي أحمد راح استعان بميليشيات الأمهرة وقال لهم خشوا معانا الحرب دي ضد ميليشيات التجري، وأريتريا من هنا وميليشيات الأمهرة من هنا والجيش الأثيوبي هنطبق على ميليشيات التجري. على فكرة الجيش الأثيوبي هو بيحارب إقليم التجري أو TPLF زي ما بيقولوا، يعني كان بيتهم التجري إن هم مدعومين من مصر، بيقولوا كده بس في السر، يعني ما فيش تصريح رسمي، بس هو كانت الجنرالات الأثيوبية بيتهموها بكده. طيب أريتريا أو الرئيس أفويكي كان شايف دي فرصة عظيمة جدا. ليه؟ اولا هو هيحارب جماعه التجري ده او اقليم التجري، لان الناس دي مش معترفه اصلا باستقلال اريتريا، يعني خلي بالك اقليم التجري مش معترف باستقلال اريتريا خالص، ده بيحاربوهم لحد النهارده. فالجيش الاريتري قام داخل ضرب في التجري، ميليشيات الامهره بيكرهوا التجري كمان فدخلوا ضربوا في التجري، بس كل الكلام ده ما جابش نتيجه، واقليم التجري كان بيتقدم. شوف قد ايه بيتحارب من ثلاث جهات وكان بيتقدم لدرجه ان هو اقترب جدا من العاصمه الاثيوبيه اديس ابابا، بس حصل انقلاب فجاه في الحرب. ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان تركيا دخلت ودعمت ابي احمد بمسيرات البايركدار او بيار قدر، والحقيقه ان المسيرات دي قلبت مسار الحرب. على فكره العرف العسكري مثلا لما تيجي تبص على المحللين العسكريين يقول لك مفيش مسيرات بتقلب مسار الحروب، بس المسيرات ما بتغيرش مسار الحروب، ممكن تكسبك معركه، ممكن تامن لك منطقه، انما تغير لك مسار الحرب تبقى مهزوم وتكسب، ده امر يعني صعب ان هو يحصل في الحروب. بس في اثيوبيا كان الوضع مختلف. ليه؟ هو خد بالك الجيش الاثيوبي كان بيحارب ميليشيات اللي هو ميليشيات التجري. تاني حاجه الميليشيات دي ما كانتش معده نفسها انها تحارب مسيرات خالص. هي فعلا غيرت الحرب، تركيا غيرت الحرب لصالح ابي احمد، وعشان كده العلاقات بين ابي احمد واردوغان هايله، لان الراجل ده انقذ حياته. فابتدى الجيش الاثيوبي يتقدم، ابتدى القتلى في ميليشيات التجري ان هم يسقطوا بالالاف، ميليشيات التجري ابتدت تتراجع، الجيش الاريتري في نفس الوقت ابتدى يكسب مناطق داخل اقليم التجري، ميليشيات الأمهرة ابتدت تكسب مناطق داخل إقليم التجري، والوضع أصبح في إيد القوات الأثيوبية وسيطروا على الوضع. بعد كده مضوا اتفاقية سلام مع إقليم التجري. وتسلم الجيش الأثيوبي الدفعة الأولى من الأسلحة الثقيلة التي كانت بحوزة جبهة تجراي تنفيذا لاتفاقية السلام، فيما أكد منسق الجيش الأثيوبي أن العملية تمت دون عقبات. إيه الغريب في الموضوع؟
غريب في الموضوع وقت توقيع الاتفاقية بين الجيش الاثيوبي أو أبي أحمد وميليشيات التجري ما كانش متواجد على الطاولة لا الرئيس الإريتري ولا ميليشيات فان. ده بالعكس، ده أبي أحمد هو اللي وقع مع نفسه كده مع زعيم التجري قال له اتفاقية سلامة باشا. ليه أبي أحمد ما جابش رئيس إريتري ولا جاب ميليشيات فان وأمهرة؟ أولاً لأن هو لو كان جابهم هو كده بيعترف بالأراضي الجديدة اللي سيطر عليها الجيش الإريتري داخل إقليم تجري واللي سيطرت عليها ميليشيات فان وأمهرة، فهو مش عاوز يعمل كده، هو عاوز يرجع الأراضي دي تاني، بس عاوز ميليشيات الأمهرة دي ترجع لموقعها، عاوز الأراضي اللي سيطر عليها الجيش الإريتري ده ينسحب منها، فما عملش كده، ما جابهمش معاه يقعدوا على نفس الترابيزة. فالحقيقة إن الرئيس الإريتري شاف إن دي خيانة، مش بس كده، ده بعد ما أبي أحمد اتفق مع إقليم التجري ابتدى يرجع نفس التواجد العسكري على حدود إريتري. واخد بالك من الخيانة؟ ده الراجل أنقذك، ده الراجل دخل يضرب على إقليم التجري معاك، صحيح لمصالحه الشخصية، بس أبي أحمد مدرك كويس جدا إن هو لازم يستعيد الأراضي دي تاني، وابتدى إن هو يحشد قواته. وبالمناسبة بقى اللي اتقال في المقالة دي حاجة مهمة جدا، بيقولك إن التلفزيون الإثيوبي في 2023 بالظبط في أكتوبر 2023 أذاعوا خطاب لأبي أحمد من داخل البرلمان بيقول على أثيوبيا إنها تستعيد المنافذ البحرية بتاعتها. خلي بالك من كلمة تستعيد دي، تستعيد المنافذ البحرية بتاعتها وإلا لن تقوم لنا نهضة. الراجل اللي كتب مقالة فورين بوليسي بيقولك على فكرة أثيوبيا وضعها الاقتصادي أفضل بكتير ما كانت مع أريتريا أو كان ليها منفذ بحري. ده يعني أثيوبيا شهدت نهضة اقتصادية قوية كويسة، فليه أصلا عاوزة منفذ بحري؟ بس ده كان خطاب أبي أحمد في البرلمان. كلمة تستعيد معنى كده هو بيتكلم على أريتريا. فبيقولك الخطابات دي كلها جت للرئيس أفويركي وشاف دلوقتي إن أبي أحمد ده خاين وإن الراجل استعان بيه في الموقف اللي هو فيه وبعد كده سابه ولا كأنه يعرفه وبيدفع بميليشيات عسكرية. وأفويركي ابتدى يشوف إن أبي أحمد حاطط في دماغه ميناء عظم عاوز ياخده. طيب أبي أحمد بعد شوية طلع كلام إن هو رايح للصومال عاوز ميناء عسكري في الصومال أو عاوز ميناء عسكري في أرض الصومال. قالك والله الأريتريين باصين للموضوع كالآتي، لو أبي أحمد خد الميناء العسكري اللي هو في أرض الصومال ده هيمثل تهديد بحري وبري على إريتريا، فشايفين الأمر خطر. ميناء بربرة يقع على الساحل الشمالي للصومال والطرف الجنوبي الشرقي لخليج عدن، تحديدا عند مدخل مضيق باب المندب رابع أهم المعابر البحرية دوليا. يعود تاريخ تأسيس هذا الميناء لأكثر من 100 عام ولديه رصيف يبلغ عرضه 300 متر وهو لاعب أساسي في التنافس الاقتصادي القائم على الضفة الإفريقية في البحر الأحمر. طب لو ما خدوش قالك هيبقى التهديد أكتر لأنه هيحط عينه على إقليم عصب أو ميناء عصب. فأريتريا شعر بمخاوف من الجبهتين. وخلي بالك في أواخر نوفمبر 2023 كان العالم كله بيتوقع أن أريتريا هتدب في الجيش الأثيوبي لأن الجيش الأثيوبي عاوز يطرد أريتريا من المناطق اللي سيطرت عليها داخل إقليم تجري. خلاص؟ فإيه اللي بيحصل؟ أريتريا دلوقتي بتعشق حرب الوكالة، بيقولوا كده يعني. خلي بالك في وصف فورين بوليسي للرئيس الأريتري أفويركي بيقولك بيعشق حرب الوكالة. حرب الوكالة يعني يجيب حد يحارب وانت تدعمه، هي ده ما يسمى بحرب الوكالة. فعمل ايه الراجل بتاع اريتريا ده؟ راح يدعم ميليشيات امهره اللي استعان بيها ابي احمد لضرب التجري، ابتدت اريتريا تدعمها بالاسلحه وتدعمها بالاستخبارات. ماشي كده؟ واسمع الجديد بقى، يعني كل اللي بقوله لك دي القصه من الاول، وامشي معايا عشان دور مصر جاي وهتشوف قد ايه اثيوبيا هتتقدم. فميليشيات الامهره عماله تتقدم في شمال اثيوبيا دلوقتي بدعم من اريتريا، واريتريا عامله قاعده عسكريه لميليشيات الامهره داخل الاراضي الاريتريه عشان يضربوا اقليم تجري ويضربوا في الجيش الاثيوبي، وده اللي بيحصل دلوقتي. أفويركي كان الظاهر بيتكلم مع الرئيس السيسي والرئيس السيسي بيتكلم معاه قال لك ما تيجي تبص على أبي أحمد، طب إيه رأيك؟ والراجل كان مستجيب جدا جدا. لما وصل اللواء عباس كامل للأراضي الأريترية الكلام طالع على إيه؟ الكلام طالع على اتفاقية دفاع مشترك، إرسال شحنات أسلحة لأريتريا، بتتكلم على تعاون استخباراتي، بتتكلم إن مصر مش هتبقى واقفة على حدود أثيوبيا من ناحية الصومال فقط. ده بنتكلم ان احنا هنقف على حدود اثيوبيا من ناحيه اريتريا ومن ناحيه الصومال. كانت وزاره الخارجيه المصريه قيام كل من رئيس المخابرات العامه المصريه عباس كامل ووزير الخارجيه المصري بدر عبد العاطي بزياره الى العاصمه الاريتريه اسمرة ولقائهما الرئيس الاريتري. واضاف بيان الخارجيه المصريه ان اللقاء تناول تطورات الاوضاع في البحر الاحمر واهميه استعاده حركه الملاحه الطبيعيه عبر مضيق باب المندب وكذلك التحديات التي تشهدها المنطقه. واتفق الطرفان على اهميه تكثيف الجهود ومواصله التشاور
التطور لتحقيق الاستقرار في السودان، فضلا عن الحفاظ على وحدة الصومال وسيادته على كامل أراضيه. مش بس كده، بتتكلم ان ميليشيات الأمهارة لو كان بيجي لها حبة أسلحة من أريتريا، الأسلحة دي هتتحول بقى، يعني مش هيجي لها أسلحة خفيفة فقط، ده ممكن تلاقيهم معاهم بستريلا اللي هي منظومة دفاع جوي مثلا محمولة على الكتف، ممكن تلاقي معاهم قذائف جديدة، ممكن تلاقي معاهم أسلحة ما كانتش بتجيلهم قبل كده. الدعم أو شحنات الأسلحة اللي هتنزل في أريتريا توقع إنها هتجد طريقها لإيد ميليشيات الأمهرة. وزي ما طلع القائد الأثيوبي اللي هو رئيس هيئة أركان وقالك دي ميليشيات الأمهرة دي عصابات مصرية، إحنا بقى هنحول له الأمر لواقع. والمرة دي إيه؟ انت بتتكلم ان الصومال قالت لك لو تم توقيع الاتفاقيه مع ارض الصومال بين اثيوبيا وارض الصومال احنا هندعم الجماعات الانفصاليه، فانت عندك الصومال هتدعم وتبعت اسلحه، عندك اريتريا بتدعم وبتبعت اسلحه، دلوقتي اثيوبيا بتنفجر من التاني. بس انا اللي يهمني في القصه دي كلها ان الاسطول المصري هيبقى موجود، الاسطول المصري هيبقى موجود. في كلمه انا عاوز اعيدها واصر عليها، اثيوبيا عاوزه منفذ بحري في التوقيت اللي احنا فيه ده، يعني هو مش عايزين منفذ بحري في اي وقت تاني في الوقت اللي احنا فيه ده دلوقتي، لان هم شعارين ان اسرائيل بتتعرض لهجمات من الحوثيين، وهم شايفين ان اثيوبيا لو لعبت دور كويس جدا في ضرب الحوثيين او مساعده اسرائيل باي شكل، اسرائيل هتكافئهم وتديهم مكافاه كبيره، منها مثلا انظمه دفاع جوي، تحن عليهم بحبه حاجات جديده، ياخدوا صفهم في حرب المياه، هياخدوا موقف الصهاينه، هياخدوا موقف، وممكن ان هم يدعموهم بشكل علني. تيجي تقول لي ما بيدعموهمش، اقول لك ممكن يدعموهم بشكل سري بس بعلني بقى بفجر لو اثيوبيا لقت منفذ بحري. مصر بتلعب لعب كبير قوي، مخابرات بتلعب لعب كبير. خلي بالك من امر مهم، لاول مره ان انت ما تندفعش عسكريا وتبتدي تكتك. يعني خلي بالك من ضمن الخسائر اللي عندنا في حرب 67 او نكسه 67 كانت ان احنا اتحركنا في اليمن باندفاع. دلوقتي احنا بنتكلم على رزانه سياسه كياسه وبنسوي اثيوبيا من الداخل. اثيوبيا هتحارب مين ولا مين؟ كينيا ولا اريتريا ولا الصومال ولا امريكا اللي هتفرض عليها عقوبات ولا ايه؟ وبالمناسبه مفيش حاجه بتحصل صدفه في الحروب، يعني لو انت فاكر ان كل ده بيحصل صدفه يبقى انت غلطان، ده في حد قاعد وبيتكتك. وخليك فخور ببلدك يا اخي، لان كل ده قدامك وعلى عينك يا تاجر ورسمي وبالصور وبالورق. في الاخر يا رب اكون شرحت حضرتك الموضوع بشكل مبسط، ورب انصر مصر، رب انصر العرب، ورب انصر فلسطين يا رب. تحيا مصر، سلام. محروسة بسيف شاطر وسيف حارس عالي.